ريكورد. اوكي، وهنكتب البوست كارد كده، هنكتبه from you، يعني منكو انتو، اي حد بقى يكتب يعني to teacher Suzanne. وعايزة بقى البوست كارد ده يبقى فيه صورة، لازم البوست كارد يبقى فيه صورة. هنجيب بقى من على الانترنت اي صورة للمكان اللي احنا هنتكلم عنه. تمام، نعرف نعمل كده؟ أيوة يا حلو، مستر، أعرف شفت حلو قوي، التلات انا أربع مستنيه بقى البوست كاردز بتاعتكم قدامكم ان انتوا أوكي. تعملوها لي. مش لازم تجيبوها لي بكره او بعده، انا عايزاها في خلال الاسبوع ده، يعني على اخر الاسبوع يكون عندي البوست كارد دوت. ايه رايكم؟ اوكي أوكي تمام. تيتشر، ها، أوكي ده نعتبره مس، بروجكت. يس أنا هعمل على الأهرامات. تمام. اوكي أنت هعمل على الأهرامات، أنا زرتها، أنت روح اعمل على المتحف. لا، أيوة أنا كل شفت واحد الكتاب. يعمل اللي هو عايزه، ما حدش ليه دعوه بزميله هيكتب ايه، حتى لو انتوا كاتبين زي بعض. لحظه، عايزه اسمع زهره بتقولي ايه يا زهره. أكتبها إزاي طيب؟ نعم، أكتبها إزاي؟ لا، انا ما سمعتهاش بتقول ايه، تقولي حاجه يا زهره. أيوة يا تيتشي، بقول لك أنا أكتبها إزاي؟ اهو حبيبتي، زي ما احنا شايفين بالظبط، شايفين داليا كاتبه، سوري، شايفين نجوى كاتبه الكلام لداليا، قالت ان هي بتوصف بالظبط، احنا رحنا المكان كذا وشفنا كذا وشفنا كذا، اكلنا ركبنا مثلا، كل الاكتيفيتيز اللي اتعملت هناك. مثلا انتوا لو رحتوا المتحف المصري هنقول ايه عن المتحف؟ ان احنا شفنا المامز مثلا، مش هناك كان في مامز اللي هم المومياوات؟ ايوه تمام، يب. وشفنا كذا. انا مش لازم يبقى طويل زي ده، حتى لو مثلا 4 5 سطور مش مشكلة، بس تكتبولي عن المكان اللي انتوا رحتوه، ويبقى كده فيه ترحيب في اول البوست كارد. هاي هاو ار يو، ايم ميتينج يو، ده كده جملة ترحيبية كده في الاول. وفي الاخر هنكتب ايه؟ كانت ويت تو سي يو سون. شايفين الكلمة اللي في الاخر دي كلمة كده ان انا ايه، اتشوق لرؤيتك، يعني انا نفسي اشوفك قوي. كانت ويت تو سي يو سون. وبعدين الامضه تقوم كاتبين اساميكم انتوا، لكن في الاول هتكتبوا هاي ايه؟ هاي تيتشر سوزان، هاي تيتشر سوزان، هاي تيتشر سوزان، هاو ار يو. كل واحد بقى هيوصف لي عن المكان اللي راح. اوكي، اي مكان سياحي اللي راحه، وحتى اللي ما راحش مكان وهو عارف معلومات عن المكان ده يكتبوا عادي، ونجيب المعلومات من على الانترنت عادي خالص. تمام، خلاص، يعني مش لازم يبقى انا رحت المكان عشان اكتب، لا عادي، انا ممكن اكتب عن مكان انا حتى ما رحتوش، بس انا عندي معلومات عنه، شفته في التلفزيون مثلا بيتكلموا عنه، سمعت عنه او قريت عنه اي مقال، فبتخيل كاني موجوده هناك. يعني انا مثلا، انا ما رحتش الالفنتن ايلاند، انا ما رحتهاش بصراحه، انا عمري ما رحت اسوان، لكن بصراحه لما بقرا عن المعابد اللي موجوده هناك وكل حاجه عنها بتخيل كأني رحت، ببقى عارفة تفاصيل المكان كأني رحته بالظبط. فهو ده اللي احنا هنعمله دلوقتي، هنكتب عن أي مكان، اللي راح يكتب عن مكان راح، اللي ما راحش يكتب عن مكان يحب يكتب عنه عادي خالص. وهنجيب الانفورميشن بتاعتنا من الانترنت، ولازم يبقى فيه صورة. اوكي، لازم طب يبقى انا فيه صورة. بقى طيب صورة بقى هناخدها ازاي؟ هناخدها طبعا، هنعمل عليها كليك يمين ونعمل داونلود ذا فوتو من على جوجل، وبعدين هناخدها نعمل لها كوبي وبيست كده جنب الموضوع، لو هنكتبها على ايدينا، او لو هنكتبها على صفحة وورد، يعني اللي يعرف يعمل حاجة يعمل. طب مش حلو، بقى فعلا طيب حلو قوي، برافو، خلاص عرفنا سؤال. هنحل مع بعضنا. يلا نحل مع بعض بقى الأسئلة. طيب هو انا الأول، لازم اكتب عن المتحف المصري؟ نكتب، احنا عادي نكتب اللي احنا عايزينه. أولاً أنا عايزة page 129 and 130 دول homework. دول إيه؟ homework homework صفحتي كمس. 129 and 130 دول homework. طب يلا إحنا هنحل مع بعض منين؟ نحل مع بعض من كتاب تاني، لحظة واحدة بقى، يلا يلا، هو تيرن. طبعا احنا كلنا خلصنا التيرنز بتاعتنا، فهنبدأ تاني من اول ابراهيم. يا زهراء، your number is 9.
Your number is 9. انت number 9 يا زهراء، اوكي؟ احنا كلنا كل واحد فينا بيبقى معاه نمبر، بنقرا بقى وبناخد ادوارنا وبنحل عن طريق النمبرز ديت. فبنبدا من نمبر 1 ونرجع نعيد تاني. النمبر 1 بيبقى زيه زي نمبر 9، هو زي كانه سيركل كده، احنا ماشيين جوه السيركل ده. يلا يا ابراهيم please I answer. was I was traveling by boat to the island. Very good. I was traveling by boat to the island. يبقى دي نمبر 1. Thank you يا ابراهيم. يلا يا بيسان. بصي the sunsets نعم are. نعم يلا حبيبتي answer number 2. Match. The sunsets are fantastic. هنا غروب الشمس كان مذهل، كان رائع. نكمل بقى نقول ايه؟ We think it's the shape, the oldest part of Aswan, particularly from Feluca, brightly decorated house. انا بقول هنا ان غروب الشمس كان مذهل particularly، هيا بوسي، خصوصا from a فلوكا، from a فلوكا. Thank you يا بوسي. يلا يا عمر. The Nubian villages. The Nubian. Noob village have. The Nubian villages. ده أول سنة باركو أسوان. قولها تاني، انا عايزاك تنطق الكلمة دي تاني. The Nubian villages The Nubian villages have. have ايه بقى؟ القرى بتاعت اسوان have beautiful what؟ have beautiful ايه؟ بيرسي دكتور. لا اسمها ايه؟ اه برايتلي بيرسي دكتور. المهم لا. ان هي دكتور. عايزة اقول حاجة يا عمر، ان جي اتش، this جي اتش is silent. دايما الجي اتش لما بتبقى في وسط الكلمة بتبقى silent يا عمر. اوكي. The Nubian villages have beautiful ايه؟ هنا احنا هي شافت، لكن لما قلنا البيوت هناك كانت جميلة، فيها ايه؟ كانت brightly وكانت decorated، كانت مزينة. البيت نفسه بيبقى مزخرف كده من بره، بيبقى شكله جميل جدا. يبقى هناك بيقول، هي بتقول the Nubian villages have beautiful brightly decorated house. عمار نعم يا مس. number 4. لما تقري يا مس يلا. Elephanton Island، Phantom معبد الإلفين. Island. Phantom Island is the oldest Wrong. part of the world. It's the oldest part of Aswan. هنا بيقول إن مع إن جزيرة إلفانتن هو أقدم مكان في أسوان. Thank you يا عمر. بعديك على طول يا همس. This is a text. هنا بقى هنقرا مع بعض التكست. اتفقنا؟ التكست لما نيجي، لما نلاقي تكست زي دي بنعمل إيه الأول؟ بنقرأ الأسئلة. بنقرأ الأسئلة. برافو عليكم، ما نسيتوش شاطرين. أنا أحب أقرأ الأسئلة الأول وبعدين أقرأ التكست. أوكي. The word rare means، هنا عايز يقول لي كلمة rare معناها إيه؟ A lot or many or much or very few. هنعرف طبعا لما نقرأ التكست بتاعتنا. There are a lot of on the island. A lot of إيه؟ Forest, trees, traffic, coral. برضه هنعرف. What is special about the calendar؟ ايه هو اللي غريب او اللي يعني حاجة خاصة جدا بالكالندر اللي احنا لقيناها؟ When is it better to visit the island؟ امتى احسن وقت نزور الايلاند؟ طيب هنقرا مع بعض بقى التكست. ركزي يا همس عشان ده it's your turn. okay. Iman visited Elephanton Island last month. Elephanton Island is the oldest part of Aswan. The island is full of history and amazing sights.
You can visit the Aswan Museum. There is a rare calendar from the reign of Thutmose III. هنا rare بمعنى إيه يا همس؟ عندي هنا rare calendar يعني نادرة، calendar نتيجة نادرة جدا من أيام حكم الملك تخوتمس. يبقى معناها a lot A ولا lot. many ولا much ولا very few. أول يعني إيه a lot ويعني إيه many و much. A lot يعني كثير، من many يعني بعض، much برضو كثير، very يعني very few يعني قليلة، قليلة جدا. كلمة rare يعني إيه بقى؟ أنا قلت Not بقى. ها material. تكلمش يا عمر بليز. هتبقى very few. ما نبقى نقول على لسه حاجة، هقول طيب تمام حبيبتي، لما يكون أنا بقول على حاجة إن هي نادرة قوي، مش موجودة، نادرة لما يعني إيه نادرة؟ يعني قليلة جدا، مش موجودة أو تعتبر قليلة جدا، very few. أوكي. ملك خرجت، هو مين خرج تاني؟ ملك وزهراء خرجوا. طيب it's okay. بعديها بقى لو ملك وزهراء ما دخلوش، بعديها هنرجع تاني ونقول من أول إبراهيم. أوكي. طيب أنا كنت اوكي واقفة هنا. It's also beautiful and calm place. There is no traffic and it's very quiet. There aren't any forests there, but there are lots of trees and it's quite green. Amira says it's better to go there in the winter because it can get really hot in the summer. قالت إن وقت نيجي المكان ده فيه in the winter، إن هي في السمر بتبقى really hot. طيب هنا number two يا إبراهيم وملك دخلت. طيب يلا يا زهراء it's your turn. نعم. يلا يا زهراء. There are a lot of what on the island. هنا بتقول في ايه كتير في الايلاند. There are a lot of what. هنا بتقول ايه؟ There aren't any forests there, but there are lots of trees. يبقى انا هنا عندي ايه بقى؟ في ايه اللي موجود كتير قوي in this island؟ trees. Trees. يبقى هنا هنختار trees. Thank you يا زهراء. يلا يا إبراهيم. نعم يا مس. يلا please answer. What is special about the calendar? إيه هو بقى اللي مخلي الكالندر دي خاصة جدا؟ إن إيه؟ إن هي كاليندر إيه؟ إن هي إيه؟ رين اوفر ايوه تخدمش برافو برافو. Because او it is rare. It is rare from the reign of Thutmose the third. ان هي نادرة جدا من ايام حكم الملك تحتمس. Thank you يا ابراهيم. يلا يا بيسان. بس هو احنا في دراسات ولا انجليزي ولا ماس؟ هو كده كونكت، بناخد فيه كل فروع الدراسات كلها، بناخد فيه جيوغرافي، بناخد فيه هيستوري، بناخد ساينس، وبناخد ماس. وانتوا رايحين فين؟ يلا يلا يا بوسي. When is it better to visit the island؟ هنا قالت أحسن وقت نزور فيه المكان ده إمتى يا بوسي؟ يلا يا بوسي. ها احسن وقت نزور في المكان ده بيبقى امتى؟ مش سامعاك. In the winter. In the winter. يبقى it is better to visit the island in the winter. ليه بقى؟ هو دايما احنا عارفين ان اسوان جوها حر جدا، فصعب قوي الناس تروح تعمل فيها تور in summer، فدايما الناس بتحب تروح أسوان in the winter. تمام؟ Thank you يا بوسي. يلا يا عمر.
نعم مش Please مش reorder حاجة this دي. sentence. We can go we can go Yes. for أيوة. long walk. For برافو عليك. For long walks. We can go for long walks. برافو عليك. يلا يا عمار. نعم يا مس. يلا please read. Why do you finish the fish? Why do Tourist. tourists? Why do go as to Aswan, very good. as long ago? Bravo. Go. Why do tourists go to Aswan? لماذا يذهب السائحين إلى أسوان؟ Why do tourists go to Aswan? Thank you يا عمار. يلا يا همس. Okay, The sunsets. the sunsets Where the are. ايوه برافو are the sunsets are what ماله بقى Are fantastic برافو the sunsets are fantastic from from a fluka. برافو عليك يا همس the sunsets are fantastic from Afaluka. Thank you يا همس. ملك رجعت ولا ما رجعتش؟ ملك ما رجعتش. اوكي يلا يا زهراء it's your turn. نعم يا تيتشي. طيب تقدري يا زهراء تحلي معانا نمبر 4 يلا. اوكي عندي island place fantastic elephanton is. elephanton لا انت ممكن تقولي من غير ما تكتبي قولي لي كده على طول elephanton الفنتن elephanton what elephanton ايه ايه هو elephanton دي مش دي جزيرة مش elephanton دي جزيرة يبقى نقول elephanton island أيضا يبقى elephanton island مالها بقى is ايوه برافو عليك tall is a place لا is a fantastic place احنا عندنا الادجكتيف دايما بتبقى سابقه النوم is a fantastic place اوكي يبقى نقول Elephanton Island is a fantastic place thank you يا زهراء خلاص كده يا اولاد السيشن بتاعتنا خلصت الهوم ورك يتحل ويتبعت يا زهراء انا هبعت لك الصفحات بتاعت الهوم ورك السلام عليكم. على الجروب انت معانا على جروب التليجرام نعم. طيب تطلبي من تيتشر سعيد او تيتشر امنيه يبعتوا لك لينك التليجرام وتدخلي معانا جروب الهوم ورك ببعت عليه الهوم ورك واللي بيحل بيبعت عليه عشان اصحح مع اوكي السلامة يا مستر. مع باي. السلامه يلا كلنا باي باي.